نودلز الخضار. نودلز 2 معلقة كبيرة أويستر صوص، 2 معلقة كبيرة صويا صوص، 2 معلقة كبيرة سكر بني، 2 معلقة كبيرة خل، معلقة كبيرة زيت سمسم، بصل أخضر، زنجبيل، ورح نحتاج كمان ملفوف أبيض، جزر، بروكلي، كوسة، وفلفل أحمر حلو. طيب زيت نباتي، زيت سمسم برضو عشان ما ينحرق، تقريبا نفس الصوص اللي عملناه قبل شوي. طبعاً الأشخاص بيقولوا هي مكوناتها شو كتيرة، بس هي فعلياً ما بتاخد عنا وقت، 5 دقائق بالضبط. هي بس تحضيرها لقبل شوي بياخد وقت، شوي مش كتير، يعني 10 دقائق التقطيع. 10 دقائق. أول إشي رح أحطه البروكلي والجزر والكوسة مع بعض عشان إيش؟ لأنه يعني بياخدوا وقت شوي، يعني بياخدوا شوية وقت ليستووا. حركتي هاي اللي تعلمتها من هاي قال ايش استفدتي من 2018 حنين؟ استفدت اقلب بهاي الطريقه. اوكي هلا اذا ما طبعا يعني اكيد بالمعلقه بضبط، انا بفضل بالي. اوكي بعدين بحط عليها شوي مرقه. بعدين حلو عن جد انك تعملي هذا الطبق، يعني هذا مع الشوربه مع الدجاج، يعني كله تقريبا نفس المكونات، يعني هيك اللي حسيته انا، ما انا لي مكوناتها مترابطه اسيوي يعني كله. اوكي هلا هون عندي تمام، رح احط البصل الاخضر. الله هلا طبعا انا قاعده عم بتشهون، انا عندي عشق مو طبيعي للنودلز بكل اشكاله. الزنجبيل هذا عشان مرضى، احنا مرضى. اي حنين سرحت يا بي اليوم حنين، انا سرحانه باللي انه انا ما بدي اشارك انمار بهذا الطبق. بدي اقول لك خليني ياكلوا هذول الاثنين والنودلز انا لحالي. انمار حلف يمين انه طب انمار انا وياك نشارك سوا. انمار عم بحكي لي لا انمار. اوكي حطيت هلا كل الباقي الخضره على حسب عالدور، على حسب ايش بستوي اسرع. بعدين احنا بنحب نخلي شوي فيه قرشه، انا اللي بعرفه صح؟ لازم يضل فيه قرشة. أيوة وتريني مروة وتريني. طيب رح نحط هلأ الصويا صوص. ما بتحط ملح صح؟ لا بالمرة، لأنه برضو نفس الإشي فيه أويستر صوص وصويا صوص والخضار مش زي الدجاج، الدجاج ما بمتص الملح بسرعة، الخضار بمتص الملح كتير بسرعة. أويستر صوص وصويا صوص وخل والسكر. الله برضو سكر بني، وبدنا نعطيهم خلطة. تقريبا احنا عنا تقريبا اني انا هلا بلشت اجوع. حبيت رح نحط شوي مرقة. برضو مش حاطة المرقة عسان عشان في ناس بحبوها جامدة شوي، جامدة مش كثير صوت، مش كثير ناشفة قصدي. اوكي هاي الحركة وسخت حالك، يلا مو مشكلة. عشان هيك باي ذا واي تلاقي الايجين شيفز الجاكيت تبعهم اسود بمعظم الاوقات، لانه ممكن يوسخوا حالهم بقلبه، فممكن لازم كنتي معناته تلبسي الجاكيت الاسود. الجاكيت الاسود بده خياط. كبر بدها تضييق. يا سيدي انا اللي ماشي على نظام غذائي معين ومستمر فيه. برافو عليكي، احسنتي. نظام غذائي قاتل. اوكي عندي هون اج نودلز، بنقدر نستخدم اي نوع نودلز. تمام. شوفوا قد ايه النودلز ما بزبط بالمعلقه الحركه طبعا يا انه بهاي الحركه. اوكي بس انا خايفه شوفوا شوفوا ما احلى ايدي خوصخ حالي قصدي. اوكي هون انا ممكن اسرح او بملقط. تمام بدي بس هيك النودلز مسلوقه عندي جاهزه. طبعا بنسلق النودلز بنفس الطريقه اللي بنسلق فيها المعكرونه. النودلز اسرع من المعكرونه بس نفس الطريقه، بتحطي على النودلز مي سخنه 3 دقائق 5 دقائق حسب نوع النودلز. تحطي عليها زيت ولا بس ملح؟ لا ولا ملح ولا زيت، فيها صويا صوص كلها. انا قصدي هي عشان ما تلزق المعكرونه. لا ما رح تلزق، ما رح اسهل بكثير من المعكرونه. اوكي
طبعا الريحه انتم مو شامين قد ايه الريحه عندنا هون رائعه. طبعا انا قاعده عم بتشهون، انا بدي اياها شوي. معنا وقت؟ لو ما معنا وقت انمار بيعطيك هلا وقت. قالت ما تفتي. ضربنا شوي انمار بضربنا. اوكي رح اصب. اها حط لنا حبه بروكلي. هلا هلا بدي احط كل الخضار، بس انا بدي اصبها هون عشان اساهم. اوكي يا جماعه الودنز. طلع طلع مع احلى المنظر. نقدر نحط خضار ايش ما احنا بنحب، ما في خلي لنا اللي بالباقي شوي يتسبك عشان اكله. هلا هذا خليه لانمار. هذول رح يتخانقوا، انا هلا رح اطلع من الاستديو ودبر حالكم. اوكي هيك بكون خلصت. بدك تزينيه بشيء معين؟ في بصل ضل؟ في بصل. نقدر نحط شويه فيه بروكلي. خبيتهم عندي انا للزينه. يلا هيك تمام. انا اعطيني ازينها شوي. اوكي